ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة السابعة للمجلس من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس التي أصدر خلالها المجلس بيانا بمناسبة يوم المرأة البحرينية، عبر فيه عن عظيم الفخر والاعتزاز بالدور الذي تنهض به المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وبإسهامها المهم في تحقيق نهضة المملكة ورقي المجتمع، وهو ما جعلها تستحق عن جدارة كل الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، واهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وعبر البيان توجه مجلس الشورى في هذه المناسبة والتي يحتفي فيها بالمرأة البحرينية هذا العام تحت شعار المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، بخالص التهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى كافة نساء البحرين، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي تطلع به سموها في دعم قضايا المرأة البحرينية وتقدمها على كافة المستويات والصعد. أبارك لك الأم، لك الزوجة، لك البنت، لك الأخت، لكل سيدة بحرينية يوم المرأة البحرينية. هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا. كما كذلك أود أن أشيد بالمجلس الأعلى للمرأة، هذه الحاضنة التي حضنت المرأة البحرينية وأسهمت في تطويرها وتطوير عملها في مجالات عديدة، المجالات السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها. وكذلك أنا أتقدم بكل الشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة قرينة عاهل البلاد المفدى على كل جهودها وعلى هذه الرؤية التي باركها كذلك سيدي صاحب الجلالة. في هذا اليوم، يوم المرأة البحرينية، لابد من نيابة عني ونيابة عن كل نساء البحرين، أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك اللي جعل المرأة البحرينية هي من محور مشروعه الإصلاحي، وأيضا أتقدم بالشكر لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم رئيسة المجلس قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعمها للمرأة البحرينية والاهتمام بقضاياها والاهتمام بتمكين المرأة، وهذه الإنجازات اللي جنتها المرأة البحرينية هو بفضل دعم القيادة ومتابعة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم. حقيقة المرأة البحرينية حققت الكثير من المنجزات التي يعني لا يمكن أن احنا نحصيها في هذا الوقت القصير على جميع الأصعدة، سواء على يعني في السلطة التشريعية، في القضاء، في العلوم، في التعليم، في الاقتصاد، يعني وهذه الإنجازات لم يعني يكون مقصورة فقط على المستوى الداخلي، بل إنجازات المرأة البحرينية بات العالم يتكلم عنها ويصطرها التاريخ في بالنسبة للمرأة.